يوجد بلعب عناصر فجر. طبعا البلد صفر وتحت الصفر المحسوس، وعندي فد شغلة مهمة، فطلعت الساعة 6 الصبح والحد هسه بالشارع. فلذلك جت عندي مشاعر انه شلون تقدر تحس بالانسان المشرد او المحتاج اللي قاعد 24 ساعة بالشارع وبالبرد. حاولت اربطه نفس المشاعر انه المرأة اللي عايشة هومليس بالانجليزي نقول، او ابدا اخلص بالالماني او مشرد بالعربي. بتركي ابيوك يعني ما عنده بيت. ايه الاحساس انه ما عندك بيت يعني ما عندك وطن. حاولت اربطه بالزوجة اللي انا اعتبرها مشردة داخل بيت زوجها، وهي ما عندها احساس بالوطن، ما عندها شعور بالانتماء لهاي الاسرة. هذا الشعور بعدم الانتماء لهاي الاسرة ولهذا البيت، هذا ممكن انت تصنعه وانت تقوي. للأسف عندي هواي عوائل شرقية خاصة مناطق الأرياف ما يحبون يزوجون الغريبة، يزوجون فقط انه بنت العم وبنت الخال، وهاي ما تروح للغريب وما ادري شنو. اذا واحد يتزوج غريبة يعني جاسر وراح على غير قرية او وراح لغير محافظة او للعاصمة وتزوج غريبة وحبها، هاي مرات تبقى عليها وصمة عار او نقطة. بيت الغريبة، رجل الغريبة، اجت الغريبة، راحت الغريبة، تبقى لها سنين وسنين 15 20 30 سنة وبعدها يحسسوها ذاك الاحساس. تخيلوا تعاني من العنصرية بالشارع، ويعني بالمنطقة قصدي الزراعية والمنطقة الريفية، من يغسلون ملابس من يحصدون، وتعاني من العنصرية داخل بيت زوجها. تبقين انت غريبة، ادري يعني شو وقت تصير جزء من العائلة، مجابت لك اطفال، مربتهم، مساعدتك بالحقل، مدارت شهرتك الزفرة. شو تسوي؟ لازم احكيك حكي، لان يعني الحكي مرات ما يفيد. كل هاي الاشياء سوتها وتبقى غريبة ليش؟ بس هدي اعرف. هذا اذا صار حباب وصار لطيف وانه صار زوجته وصار جزء من العائلة وسمح لها تقول الأمة ماما من باب الود والتعارف، وخواته تصيح الأمة ماما بعينك، وماما بعينك، خل خالة بعينك، تقولها خالة ما ترضى، يقولها خل خالة بعينك، تقولها ماما ما ترضى، تقولها عمة ما ترضى، شي يصيح لها؟ بس أريد أعرف، بس فهموني شو تصيح لها المرأة حتى تضطر أن تتعايش وياكم. كافي مو صحيح؟ كافي. تحياتي لكم ويوم سعيد أتمنى لكم.